لازم يحسها كل تونسي يسمع يحسها. هو احساس ما نجمش يكون متصنع، بمعنى انه انا في تونس يلزم نحس انه انا مواطن الدوله مسخره كل مجهوداتها باش تحسك اللي انت مواطن خاف عليك. هذا نوعا ما ممكن تفهموني اللي احنا نحكيه على ما يصير في اوكرانيا وفي روسيا، وان شاء الله يربي يحمي العالم الكل. هذه من ناحيه، من بعد نحكيه على طلبتنا تونس ان شاء الله ربي يجيبهم سالمين الكل، لانه سي بريفيو كان باش يكون معايا اتيديون من مباشره كنا باش ناخذوه من اوكرانيا، ما يهزش ان شاء الله يكون المانع خير. أم مش بعيد برشا على اللي كنت نحكي فيه انا توا، باش تحكي مع رمزي مواطن تونسي زاد، حتى هو عنده ما يحكي على حقوقه واجباته. مرحبا يا رمزي، شرح بالك. مرحبا سي بدابا، وتحيه ليك وتحيه لكل مستمعين ديوان اف ام، وتحيه لكل العاملين في هذا. سلام عليك برشا يا رمزي، اهلا وسهلا. طلبتني برشا مرات في البرنامج ما نجمناش ناخذوك خويا اليوم باش كنت معانا. كتب ربي سبحانه. اليوم باش ربي يكتب. باهي. سلام عليك برشا رمزي، شنو احوالك انت؟ والله صباح الحمد لله يا رب. الحمد لله. تكلم فينا من صفاقس، قداش عمرك يا رمزي؟ 36 عام. 36 عام تخدم؟ 36 سنة، والله شبه نخدم. عرفت كيف شبه طبي، أنا شبه نخدم. عليه؟ والله الوضعية سي بلبابا مش قارة معناتها، وبورتو معناتها بالحق أنت ساعة قلت على الحقوق قلت سي بلبابا مش قاعد تحكي بالحق. مش قاعد تحكي معناتها خاطر التشريعات والقوانين والزينة والواحد ما شاء الله تقول عايش في جنة، ولكن على أرض الواقع فما حتى شيء. أنت فهمت الكفيف بالحق يعاني في تونس، بالحق يعاني بالحق. إنه كنت قبل كي نشوف كنت من ننتبش المكفوفين، ولكن كي هشت معناتها ربي ابتلاني بالابتلاء هذايا. قداش عمرك رمزي باش ربي ابتليك بالمرض هذايا؟ هي قعدت تجي 10 سنين، هي أول ما تضربت على عيني، قعدت نشوف سيمي فويون بشوية حتى لين فقدت البصر. فقدت البصر تماما 2020. قداش عمرك وقتها؟ وقت عمري نحي 2020 عمري 34 هكا. لا وقت تحت على عينك وبديت تفقد البصر بشوية قداش عمرك؟ وقت عمري 21 في الطبق نتاعي معناتها. عمرك ما كنت تتصور انه باش يصير لك هكا؟ وي حادث مفاجئ. كيفاش صارت الحكايه؟ والله فاتك انا بيبي ضربني على عيني، طفيت الضوء، بعد فجاه نقف في روحي، كل عيني ولات شيماء، عيني بعيد. وتخيل هو كيما خلق ربي، انا طبيب ما نعرفوش اصلا. حكيتها قول لي انت برمشي يعمل فيزيت ولا كذا. لا انا ماشي في بالي هو في عيني. وبعد كي اخويا سمعتها مش ضربه قويه مي با معناها. هي ضربه جاتي بين الخشم وبين الجبين، بين الشعر تاع الجبين في الكوا. فضلك انت وبيبي معناتها وليد صغيره. بالضبط. اي رمزي بيبي معناتها بيبي ما تجيبش تكون ضربته قويه. لا انسان معناتها عمره 3 سنين 4 سنين لكن. شو برا ما تجيبش تكون ضربته قويه، ضربه صغيره تكون. ريت سامحني ريت الكعبه نتاع سيقو. اي. جاتني على ايدي وعلى غفلة وانا نسيتها. اما شكون قال عليها؟ قال لي عليها سي جمال فقي الله يذكره بالخير. قال لي يا رمزي راك لي الضربة. قلت له دكتور مني كليتها؟ قال لي هذيك لي الضربة، هذه انت ضربة معناها ضربة صغيرة في موقع حساس نجم بعيد الشر عليكم الكل توصل الى فقدان البصر. مال بيانسير مال قطعت لي الشبكية من نص نهار من نص نهار ونص ومن مدي ساعة غير با حتى المدي ساعة. هذا في علم الطب يقول فهمت كيف الشبكية من نص نهار حتى نص نهار ونص ومن المدي ساعة غير با حتى المدي ساعة. هذا كله مش مشكل، هذا كله تجاوزناه والحمد لله. هذا كولي كتب لنا ربي وهذا كولي عطاهونا ربي. أما المشكلة ما بعد الماراثون هذايا لقيت روحي نطلب ضم سامحني بدولة معناتها اخر اهتمامات ذوي الاعاقه ما تلوش عليهم. حتى كي يعملوا لك حاجه اعتبار يسخفوا عليك
فهمت ما يعرفوش اللي هذاك حق من حقوقك دستوريا وشرعا وكل بلي تحبها كما احنا نقولوا يزينوا بينا عرفت هكا عندهم لو 3 ديسمبر يوم العالمي لذوي الاحتياجات الخصوصيه وكذا زعما اتفاقيات خاطر ثم اتفاقيه دوليه يسيب البرايه الاتفاقيه اقوى من القانون الاتفاقيه ناخذ عليها فلوس وي هذا هو صحيح اي ناخذ عليها فلوس وياخذوا فلوس باسم ذوي الاحتياجات الخصوصيه ولكن على اغلب وتعرف واش ناخذوا فيهم الفلوس ولا عارفش نجاوبك علاش ناخذوا فيهم باش نوفروا الرفاهيه لذوي الاحتياجات الخصوصيه مثلا في وسط سامحوني في وسط كار مثلا كيف ذوي الاحتياجات الخصوصيه مثلا باش ينجم يطلع يوفروا له كيفاش ينجم يطلع في وسط دروج نتاع اداره نوعا ما يوفروا هذاك المسحة الخاص لذوي الاحتياجات الخصوصيه فهذاك علاش مجعول راهو كيف كيف بيوت الراحه يلزم في مطار موجود في المطار عندنا هذا وغيره في اي بلاصه هو مش كيف المطارات تعرف في مطار ولا يسيب البلاصه ارى نقصي كلامك بالخير تعرف علاش في المطار علاش ما عملوش في محطه الكار في المطار علاش تعرف عليها خاطر المطار باش يشوف اجانب بالبرة باش يشوفوا مش يقولوا تونس والله هي سمحه يعطيها معناتها عاطيه الحقوق ذوي الاحتياجات الخصوصيه ولكن يسيب البابا تحب الرسمي انا اولمس نحكي مع شكون قلت له شنو معناتها هو كيما نقولوا كاتب عام في منظمه نتاع ذوي الاحتياجات الخصوصيه قال لي رمزي يقول لك كلمه قلت له شنو قلت لي يا رمزي في تونس ريتها ذراعك الف ذراعك الف بالحق به رمزي تخدم وما تخدمش اش معناها تخدم وما تخدمش انا نخدم مانيش نخدم عرفت انا نخدم بعام عامل عربي في عقد معناتها عقد وكان نجيب لك هذا نسيبو البابا هذا 2022 نجيب لك العقد انت تضحك انا كي هزيته لشكون انسان يفهم في القانون تعرفش قال لي قال لي يا ولدي انا عندي 30 سنه كارير قال لي سي لا بروميير فوا يجيني كونترا كيما هذا قال لي عامل عرضي كلمه عامل عرضي ما فهمتهاش عامل عرضي هكا عامل عرضي كيما نقولوا فري فهمتي لا كلمه عرضي اش معناها عامل متفاهمين اوفريي عامل عرضي شو قصدوا بها بالعربيه والله بالعرب شو ما نجم نشوف السارة الحقيقة ما نجمش السارة ضد الكونترال ما انت عنده فترة محدودة شنو تتسمى متعاون تتسمى شو تتسمى طب الحقيقة الكونترال وشنو هو كونترال تحسيس خاطر انا كي مشيت الانسان يفهم في القانون حبيت نحكي شنو تحسيس مع شكون تخدم انت تخدم على الدولة ولا تخدم مع خواص اي بيانسي راي ما اي بيانسي مع مؤسسة عمومية كيفاش الدولة تخدمك تحسيس يا رمزي يا سيدي اني نهزك للشخص تحب نقابله غدا ونهزك للشخص هذا وتسمع بوظيمك قال لي الدوله يا رمزي متحول تخيل عليك قلت له كيفاش قال لي هذا ما في حتى حق من الحقوق تاخذ في شهريتك يا رمزي ده عصمي ده ليه بالحق قداش تاخذ في شهريه قاعد والله عصمي حكيت هما مقيدين 584 اما يوصل ليدي 480 470 شو هذا شنو في دوره انا فهمتش شو تعمل لها معناتها 480 474 شو تخدم توا رمزي في الاداره هذه شنو تعمل بالضبط؟ احنا المكفوفين كنا موظف هاتف ستوندر تهز تليفون انا عندي شهاده تاهيل مهني على موظف الهاتف فهمت ومرمت عام كامل في تونس وباش وصلت للدبلوم هذايا مشيت عملت استاج في شركه بتروليه ومن بعد كي بالبوني بالضرب بالهيكا كلمني مره بيرو الشغل قال لي رمزي وكذا وكذا كذا كذا قلت له اوكي نحن لها مثالش قريت العقد انتظمت يكتب لك تخيل انت مؤسسه عموميه يا عباد ربي يسمعوني يا مسؤولين يسمعوني تخيل يجي ذوي الاعاقه يقول له عند انتهاء هذا العقد معناتها ما عندوش حتى حقوق تخيل معناتها وقت تشوف العقد يا رمزي قلت روما قلت 3 شهور ينجم يجدد لك ينجم لا يسيبوا الباب قلت له ما ويقول لك برا على روحك مريقل ما انت عرفت برا على روحك ما انت برا نخدم هكاك في ما انت فهمت في 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 للطالب حاجه حره للطالب لا بترسيم ولا شيء ما انت هذا هو يسيبوا الباب يتسمى عقد عقد مده محدوده سي سا هذا هو هذه تعرف لشكون يصير هذا يصير في البريفي سامحني رمزي يصير في البريفي مثلا في مع الخاص يقول لك يا خويا انا عندي تاش محدد شهر شهرين ثلاثه نجيب شكون نخدم ونعمل له عقد ذو مده محدوده ويعمل شهر من زمان ويمشي على روحه
هذه تصير في الخواص في الدوله اذا الحق اول مره نسمع بها. واللي توجعك سي بولبيبا اللي توجعك بالحق واللي تغيظك اللي يكتبوا لك في الاخر العقد عند انتهاء هذا العقد بالله ركز عليها الدوله هذه اللي تحمي في الاشخاص ذوي الاعاقه. شو يقول لك؟ اسمه يا عباد ربي انا اقسم بالله يقول لك عند انتهاء هذا العقد لا يمكنه المطالبه باي حق معناتها ما تطالب حد شيء. وانا نصح عليها نعمل عليها في ليجاليزي في البلديه اقسم بالله موجوع قول ارى الدوله كيفاش تخليت عليها. وراه يسيب البابا يمشيش يقول ما في بالكش راه اي مسؤول في تونس كسوى وزاره كسوى رئاسه كسوى حكومه كلهم على اطلاع على عقد هذايا راهم كلهم في بالهم. عندي انشاء علاش يعملوا عقد بالطريقه هذه حسب رايك رمزي؟ علاش خاطر يقول لك ثم شهور متى باش يرقع الشهور انت هوكش ماشي يعمل فهمت؟ هكش باش يعمل فهمت؟ باهي انا ماذا بيا انا ماذا بيا سيبو البابا انا ماذا بيا راهو سي قيس سعيد سيد الرئيس راهو يعرف وضعيه المعاقي وسيرتو المكفوفي خاطر المكفوفي ما شاء الله معناتها يتكلموا ما يسكتوش على حقهم يدافعوا على حقهم لاخر لحظه فهمت؟ هذا هو اللي اكتشفته في المكفوفي معناتها يضرب على روحه لاخر لحظه الكفيف راهو يرمي روحه يقول لك انا عادي كي نقف قدام كلمه وزير عادي راهو يعملها فهمت؟ انا عندي واحده نعرفها في قفصه ما علينا في ذكرى مشيت معناتها عملت اللي قال لي ما عمري ما يتعمل فهمت؟ ليش فيش في الاخر دخل في شركه من غادي كي هذا الكل علاش؟ خاطرنا ما احناش عاطين حقوق ذوي الاعاقه. باهي يا سيدي انا نتكلم وانا قاعد نضرب على روحي وقاعد كذا وكذا باهي وغير الكفيفه اللي ما يجمش معناتها فيش يعمل باهي اخويا انا نجم نهز عصاتي ونقصد ربي ونقول يا ربي نعمل عليك وغيري وغيري ثم ناس راهي ما تنجمش راهي ثم ناس راهي نعرف مكفوفين اقسم بالله كان يسيب بور يضيع فيها تعرف شنو يضيع فيها والله يضيع فيها. عندكم منحه يا رمزي تو اذا كان المكفوف مش قاعد يخدم ها؟ اسي بالبابا رانا في تونس رانا اسي بالبابا انا ساعات نتكلم ايش بيها تونس شنو اللي احنا في تونس؟ لا وجهك الحديث اسي بالبابا بالحق الكفيف يعاني في تونس لا والله نسال عن حسن نيه عندكم منحه ولا اقسم بالله لا هي ثم اما كنت على عائله الموظه ما انت على بعض نحكي انسان كفيف المعارك. كفيف ما يخدمش ماهوش ماهوش مسجل في السي سي ما يخدمش سيدي يدخل المدينه العربيه ياخذ شويه طبي مشوار وشويه عطر ويدور به وهذاك هو هذاك كيفاش هيك رمزي انا قبل ما نشد الخدمه يا رمزي انا نحكي على الدوله طبعا. الدوله تعطيكم في المنحه ولا مانيش نحكي شهريه فرانك لا واضح 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 انا بيه. قعدت 10 سنين لين روحي معناتها على الاخر روحي طلعت فهمت لطف عليك مانيش ماكن نوايا اللي نسكت راني ما نتكلم يا سي بلبل على حقي راني ما هو يا رمزي انا معاك تتكلم اما كله استنزاف من طاقتك قديش الانسان مش قادر استنزاف كبير تعب. برشا لا لا بالحق ومع التعب والله اول مره مجهود تعب ايش حبيت تقول يا رمزي اول مره اول مره انسان هكا انا ساعات نقعد بيني بروحي ونقول هكا الكلمه هذه نقول يا رمزي ما يسالش ما تعب تو ما يسالش اوموا نوصل في كونت 55 60 سنه ومفيد نقى حاجه مرتاح ما نبداش يا فلان اعطيني يا فلان عاوني فهمت شي عائلتك تعاون فيك يا رمزي واقفه معاك لا لا الوالد متوفي انا الله يرحمه الله يرحمه عندي الوالده الحمد كيكه كيكه كل العباد وقلب العباد وخير من العباد الحمد لله. تحس انه فما رعايه خاصه بيك في الدار مثلا والا بديت على الاول من بعد وليت لا امي كعينيه امي عينيه امي ربي يخليها لك هيك باش خش بها البر هذيك ريت انا الجمعه اللي فاتت كنت في القصر والله يا سي بولبيبا قصر شكون؟ في مخي قصر كرتاج لحظة الرئيسة اي غادي مشيت وشنو ال ومشيت مش مرة واثنين وثلاثة اما المرة هذي سيازو كل هذا وقفوني على الخدمة انت وين ما تعمل ثلاثة شهور خدمة ويوقفوك تمشي للقصر هاك بديت تفهم في الحكايه بالله احكي لي كيفاش تمشي ترى هاي سيدي نسمي بسم الله الله يرحم والدي فيك قالوا تاكسي الله يشد الصحب بدنا نكلمه ونقول له بالله عايش خويا 3:30 تاع الصباح كلمني هاي الاربع ونص 3:30 الاربع ونص
والله مسكين يقولوا راني كفيف وكذا، أرى الناس الرحمة تقام هاي في المجتمع. هاي هاي يجيك يكلمني، لا لا يكلمني، هذا في الستاندار في التليفون، يقول لي يا رمزي أي قو أو درجين آخر شنو يفيقك؟ يفيقك هو؟ أي بس بيان، تحية بربي، تحية للو تاكسي في صفاقس الكل، تحية ليه الله يبارك له، هاي سيرتو كان يهز عليا في الستاندار. هاي والله يجيني تاكسي الباب حر، تسمع انت ماك ستاندرديست، هو ستاندرديست هذاك علاش يحبك. اه ستاندرديست في ستاندرديست، لا 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 هو فويو معناتها ممكن ما فهمتش تفضلك عليك، تقصد بمنطق انه ولد مهنتك انت زاد، انت زاد ستاندرديست. اي وي سي فري، صحيح صحيح. يجيني تاكسي نسمي بسم الله نتوكل على ربي، نصلي ركعتين لربي باش ربي يحفظني ونوصل الاوبجيكتيف نتاعي. نهبط بالدروج نخرج على روحي، نقعد كان التاكسي يعرف البلاصه، فازي ما يعرفش البلاصه، نقعد راسي نطلفح هذيك بين الكياسات حتى لين بعد يشوفني، خاطر يعطيني المعلومه اللي انا نون فويون، تو يشوفني يجي بحذايا نركب نسمي بسم الله، يعمل لاكار ولا كيف ما يقف لك حتى تاكسي اش تعمل؟ نفترض موقف حتى تاكسي وقتها هيك الوقت نقول لي يا ربي لا عمل عليك وشد فيك، فهمت؟ ونتوكل على ربي ونمشي وحدي. كيفاش تمشي؟ نعرف خصنية قدرة الله. رمزي انت 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 نون فويون 100% معناتها ما تراش. لا لا صادق صادق مصدقك. كيفاش ترى كيفاش تعرف الثنية؟ راك تحكي على ايش نقول لك؟ انا نتفكر قبل كنت صغير نطلع لتونس ونمشي معناتها نسال 30,000 مره سؤال، مترو رقم قديش و و و، فما بالك انسان فاقد البصر. ناخذ سيس نهبط، ناخذ سيس نهبط في تيجيم، تيجيم ناخذ شو اسمه مش تيجيم نهبط نركب في السيس نهبط تيجيم، من بعد ناخذ تران تيجيم يهبطني في كارتاج رئاسه مش كارتاج بيرسا، فهمت؟ نهبط في الكارتاج تك 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 نلقى قيوه نعمل قيوتي ونسرسب فاست سنية. لا مريك هكاك صحيب هذا لو قيس سعيد. قابلته قيس سعيد الرئيس؟ تحب الحقيقة اللي ألمني وجاني بالحق، أنا قابلته هي مثل الحملة نتاعو. كيف جالس فاقس قابلته حكيته؟ لا لا في تونس، في تونس العاصمة هاي؟ قابلته وقت والله عندي كيما تو ديما نسيسي بالدبلومات نتاعي أنا. قلت له وقتها ما نعرفش شكون بحثي، قال لي اسمع راه قيس سعيد، انا قلت له صدق، قال لي والله العظيم هكا مشيت رميت روحي عليه وقتها في الدور الثاني، معناتها الاحتمالات الكل تقول هو اللي هو رئيس، معناتها مشيت له قلت هاي مشيت له والله الله يرحمه والديه طيب، وحتى عرفت كان تحس حتى من السلام نتاعو تحس انسان معناتها طيب، فهمت هكا بصراحه يا خويا ما نعرفش الانسان هذاك تحسوا فيه الصدق صراحه، معناتها بالحق انسان محلاه. شر لي ورقي بحذايا شكون صور، قلت له وين الورق؟ قال لي راهو يصور واتسيم بالتليفون صورها، قلت له ايش باش تعمل لي تو؟ قال لي تو نشوفوا لك حل في الوضعيه نتاعك باش نكون امين، قلت له ايش باش تعمل لي؟ قال لي تو نشوف لك كيفاش نشوف لك حل، وقتها انا صاب بكونكور في شركه من الشركات العموميه، حصيله من بعد بجمعه ولا 10 ايام طلع رئيس. عودت رجعت الحملة وين هو حملة انتخابية متاعه في شارع برازيل هكا يا اخي، انت صفاقس تونس عاملها كي كيما عبارة هي ماشي لوسط البلاد، ريت انا تو مثلا انا تو قاعد انا تو نحكي معك ايه؟ ممكن من بعد تحكم لي نمشي نعبر في تونس ترش عليا بالحق. ما عيتش؟ ما سيرش نقاف عند نقاف نقاف عند ربي لبس ما يضيع شيء يا اخي، اسمع سي بلبابا صحيح انا ما راني حد وصحيح ما يشوفني حد وصحيح ما فما حتى انسان يعرف القصه نتاعي الحقيقيه، ولكن انا فرحان خاطر انا متاكد اللي ربي قاعد يشوف فيا ويرى فيا ونعم بالله، ونعرف اللي انا قدره الله باش ناخذ حقي ثاني ومثلث، وبالاخص في الوعود اللي خذيتها حاجه برك، والرئيس وحسيته صادق اكثر انسان اكثر مسؤول قربت له حسيته صادق، يوسف الشاهد كي جا لهنا حتى كي سلم عليا عرفتك المده وهرب.
تيما ما تنجمش تحكم. باش نقول لك المسؤول وقتها ولا اللي عنده منصب يسلم عليه. اسمعني سي بلبل، انا مش الهدف نتاعي يسلم عليه. ما نجموش نحكموا صديقي، ايش نقول لك، ما نجموش نحكموا على السلامه كهو، راه خاطر في اللحظه هذيك ما تعرفش الانسان ايش عنده. انت احنا ديجا انسان يتحدى يقول لك سلمت عليك وما سلمتش عليه، ويتغشش عليك يقول لك شبيك يا اخي ما تسلمش على العباد. لا لا وقتها لا يا رمزي ما تنجمش تعرف. لا سيدي انت رجل دوله، التمسوا لك رجل دوله وانت قدام وليت. وليتش تدافع على يوسف الشاهد. لا 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 ما كل احتراماتي ليه ونحبه معناتها ما عندي حتى اشكاليه. اما شو انت رجل دوله ويلزمك الانسان هذاك ما دام متحدى للصعاب ووصل لك راهي ما وصلتوش من سياره. مش هكاك انا قاعد في الدار جاني شكون قال لي اجا معايا. لا لا فهمت، ولكن مشيت للقصر معناتها هكا لقيت روحي غمضت عينيا وحليت مطفي لقيت روحي غادي. لا لا اسيب الباب. اول حاجه الكفيف يتعرض لبرشا مخاطر، اولها اللي هو يطيح في فوسي، ثانيها اللي هو يدخل في سيف، ثالثها اللي هو ترانس الكلاب ما تحترمش الكلاب معناتها رابع معناتها متعرض للمخاطر الكل. معناتها كيما انا كي نخرج من الاخرى هي كلمه خايبه، اما كفني فوق راسي. لطف عليك. اي بيان سي، ما لا كفي نو فويون سي في تونس كيفاش هذي. لا واخر الدنيا المرسى معناتها كرتاش. منين تجيبها الشجاعه هذه كامله يا رمزي؟ من منين جبتها؟ من الله سبحانه عز وجل. كنت قبل هكا، قبل ما تصير لك الحادثه هذه كان هكا قلبك حي برشا وتصدم وتدعس، والا بعد الحادثه هذه تبدلت؟ انا من بعد المونديكاب نتاعي عملت هدنه وقلت يا رمزي ربي صحيح محالك بصرك، اما اكتشف الحاجه اللي فيك تنجم تقلب بها المعطيات الكل، وفعلا اكتشفتها في روحي اللي هي اللي هي التحدي وقوة الشخصية وطول وطول البال. اي سي خطو، لا هكيك لا هكيك استحنس معناتها فهمتي. بالعكس ما فهمت معناتها انا ريت سي بلبلك يقعد معناتها فهمت معناتها معناتها فهمت كل شيء معناتها نعرف ومشاكل نعتبرها تحدي معناتها ريت كي نرمي اوبجيكتيف في مخي نوصل ونوصل بقدرة الله قدرة الله فهمت. انا ماذا بيا الليله ماذا بيا ماذا بيا ماذا بيا ماذا بيا الرئاسه الليله تتفاعل معايا. نمشيو للقصر؟ نمشيو للقصر عادي. انا تحبش اللي غدا خمس صباح غادي عادي جدا. انا كي قبلت 15 في ماهر قلت في ماهر اذا وغيتي ما تسواش اليوم معناتها نهار اثنين نهار ثلاثه نكون بحرك معناتها تقول علي نحكي على كيلومتر ولا 100 متر. باه رمزي خلينا نفهم حاجه. انا تو انت تو بطال ما تخدمش، العقد نتاعك وفاء ولا تخدم؟ ما زلت. وقت تشوف العقد مانيش مرتاح. في ماي معناتها في ماي نجم يقولوا لك باي باي، كيما نجم يقولوا لك مازال تخدم معنا. لا نجم يقولوا لك باي باي خاطر انا انسان متلماني نتكلم على حق نحب نسوي وضعيتي هذاك. علاش في انا احساسك باش يقولوا لك من الماي باش يقولوا لك باي باي؟ لا عادي يا اخي ما صارتليش دارين ما عادي تصير ما تمسكش. انت وين ما تاكل بعضها تتكلم يرجعوك. لا انا مزيان فهمت القصة. واسمع وين تلحم شموات وين تلحم الدنيا ارجع واسكت علينا. ارجع يا رمزي برك. اما يقول ولكش اما انت تفهم من التصرفات سكي يفهم راهو إنسان الفطن وسكين والحذرة يفهمها بقدرة الله. أما أنا بقدرة الله ماني ساكت قلت معناتها وصلتها وأي بلاصة وهم يسمعوا فيا واللي يعرفوني واللي كذا راني ما نسكت كما نبدأ خدمتي أموري واضحة خاطر الكفيف راهو اسمعني هو ساعات تحكي مع إنسان عادي يقول لك خويا الخدمة هي قيمة البشر هي كرامة البشر. صحيح صحيح ده. سامحني يا خويا اذا انا ما نخدمش اعطيني انت انسان لون فويونش باش يخدم، باش يخدم المرمى باش يخدم دهيانه باش يخدم قهوجي باش يخدم. قداش عندنا من كفيف في تونس؟ عندك ارقام واضحه يا رمزي؟ هذه وزاره الشؤون الاجتماعيه ما فماش على فكره، مش قاعد تعطي في ارقام واضحه راهي الارقام انا بيدي كي بربشت عليها شفتها ارقام قديمه وماهيش صحيحه. ارقام من عماد بن علي ايفيكتيفمون ماهيش صحيحه معناتها. ارقام من عماد بن علي ماهيش اكتواليتي. بن علي كان عنده اراده سياسيه من الاخر. بن علي الكفيف اللي كان بطال في وقته خذيت دبلومك اليوم غدو تشد بلاصتك واضح.
اما تو بعد الثوره ما علينا في ذكر العباد حسبي الله ونعم الوكيل، عملوا لنا قانون قال لك يا خويا حتى الكفيف عادي معناتها وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي تحل. كيفاش تعيش رمزي؟ ترى خلنا انسى تو الخدمه تنرجع نحكيو عليها من بعد. كيفاش تعيش رمزي؟ كيفاش تعدي في نهارك؟ عندك صحاب ولا عندك علاقات ولا شعبي؟ ما شاء الحمد لله كلامي، عندي برشا اصحاب برشا بلايص والحمد لله برشا عباد يتعاطفوا معاك وبرشا عباد يقفوا معاك وبرشا عباد يعني ما نحبش الانسان يقول لك والله اليوم في الجامعه انسان قال لي مسكين، قلت له اسمع ما عمرك ما تجيك كفيف خذه مسكين. اكيد فهمت، ممكن قالها عن جهل هو متاكد، معناتها قالها بسبونتانيتي اما ما تتقالش الكلمه هي معناتها فوالا ما تتقالش. معناتها عرفت حرف ما زادوش انا مفطر ربي معروف في سقف نقدروا التوانسه. سامحني التوانسه يقدروا الكفيف يا رمزي كي ترى في الشارع كي تمشي تحس انه فما اولويه ولا اي تحب الحقيقه آه. انت المستوى البشر هذاك الأكثرية الأغلبية مش تحس الأغلبية عندهم قبول الكفيفة تحس فما ترك الأولوية لا هكاك تريع كعلي ممكن في تونس العاصمة هنا يسيب البيبة بابا 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 يودي السباح نضرب نضرب على بابا صدق الكلام بالك انت ما تخرش العصا البيضاء يا خوية تدى مش ذا واضحة مش مرة بالمحاضر لا 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 مسعودة هسيب البيبة كي ما عاش عصا بيضاء مسعودة هاي بالك مش واضحة مثبت واضحة شنية العصا ظاهرة هذيك العصا طويلة تبدا قلت لك اقسم بالله مرة فيتها وانا واحد باش يشققني شادي من يدي باش يشققني وقفت كهرباء تعرف شو عمل ارى لعبت شو تعملها عمل كود فولون وقفت ليرة واخرج يا والله حويل هاي تخيل انت بلا مرة شو قعدت تقلي يلا تقلي يا لطيف قدي ريت لعبت قلي قلت ماذا ويلي في تونس ايه يحترموا يا سي بربر ريت في باب سعدونا والمترو محطه مترو اكو بالرغم بالسميه يا ودي تقول لي جهويات يا هديك ربي يا ودي كل لا 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 ايش نقول لك شو في تونس في اي بلاصه فما هكا وفما هكا معناتها ايش نقول لك اي موجود ما يمنعش فما اللي تحترم برشا الكفيف وتقدروا وتعطي له الاولويه وتطلعوا كرهبته فهمت وفما مالوريزمون زاد اللي ما يحترمش هذا متفقين فيه به خلينا نقلب شويه الجو معاك انت توا انت خدمتك ستاندار انا ستانداريست ستانداريست 10 سنين 12 سنه تو طالب من 2011 وشنو هي الجمله؟ يا سي بلبابا انا راني في مخي بطر وفي بالك ولا؟ عليه؟ خاطر في معناتها تخدم في 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 في, في وضعيه هشه جدا تي متفقين متفقين يا رمزي متفقين اما نفسانيا تحس نوعا ما بالراحه لانك تمشي تخدم و لا لا بالحق لا والله العظيم لا أنا أظن في والله قسما بالله معناها رمزي الوضعية أنك ريقت في الدار أسوأ برشا من أنت تخدم وهي وضعية هشة بصراحة معناها أنت خليتني في حاجة هي حاجة صحيح أما إنسان يقول لك سبحان الله معناتها يقول لك أنا أعطيني معناتها حاجة مركزة وحاجة معناتها نعرف معناتها نقطة الانطلاق خير من اللي تعطيني حاجة هكا نخالة معناتها فهمت معناتها تعطيني حاجة كي تقف معناتها تقف على عرصة صحيحة مش تقف على حاجة صحيحة معناتها هشة فهمت معناتها بس يقول لبا والله كان وريك العقد تضحك تضحك ونقول يا اخي وين صح يا اخي بس انت المهم شيء اسف والله شيء اسف دور ترجع تحكي لي على العقد يا رمزي لانه مربط الفرس نعرف 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 تعرف علاش نعرف هو علشة. هو الامل اللي باش يحسك بالاستقرار في البلاد هذيا نعرف لا لا هذه لا على خاطر انا كي نقرا عقد كيما هكا ونشوف القوانين نتاع ضوء الاحتياجات الخصوصيه ونشوف انا اش قاعدين يحكيو المسؤولين كان ما نتقلق ونشوف انا في الاخر العقد يقول لك لا يمكن معناتها مطالبته باي شيء باي شيء من الاشياء معناتها يمشي على روحه وفي مؤسسه عموميه تتوجه كمان زحرك في معناتها تحكي مع دولة ماكش تحكي مع خواص هي مالو رزبونس صديقي صارت حتى مع المعلمين النواب راهو يا رمزي صارت حتى مع المعلمين النواب معناتها راهو بالاساس معاك معاك انتم وضعية حساسة أكثر أما هو ما زادها باش نعطيك اكزومبل أنا حطيت لك
يحب يرميني في الإطار هذا، ولكن أنا ما نحبش نقول أنا ما احناش كيف كيف، أما أنا الإنسان حبه هو يعرف. أنتم وضعية حساسة أكثر، معناتها هذا ما ينكر حتى حد، معناتها أنا نقول لك في الأخر الدولة مطالبة أنها توفر الشغل للذوي الاحتياجات الخصوصية بصفة عامة، هذا راه يلزم. ريغا ساقصة 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 إذا ما فيهاش 12-13 بلاصة ستونداريز، ولكن فارغي أو يخدموا فيه ملي فويون، أنت من خير تدخل واحد كفيف كما احنا نقولوا تخليه هكاك معناتها يعيش مرتاح في حياته ويثبت وجوده ويولي عنده شهرية ويولي مندمج وسط المجتمع. أنت عندك دبلومة؟ بيونسير عندي شهادة تأهيل مهني. قداش قريتوه هذا عام كامل؟ وين قريت؟ في سيدي ثابت. سيدي ثابت وعملت ستاج 5 شهور في شركة بترولية. فهمتي؟ ومن بعد شفت الموضوع هذا ما نحسش روحي مانيش مرتاح. يا سي بلبابة 36 سنة. مانيش عمري 20 ولا 5 ولا 21 ولا 2، تو الواحد يقول أنكور، أذنكور. مازال قدام الوقت وين عادك. أما 36 سنة ظهر لي إنسان يحب يعمل عائلة، يحب يعمل دار، يحب يعمل صغيرات، يحب كي خلق ربي. مادام حكيت خويا نصور فما حاجة في الثنية. والله لا فما شيء. يا ولدي بالك صمام بالله سي بلبابة انت فيفون كاشي فيفون اورو شو حبل حقيقة اللي زادوا جاني اللي كانت صبرت 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 قلت قعدت انا وياها قالت لي كيفاش قلت لها بنت الناس كو من الاخر علاش نقعد نطول في الحبال انت جبت روحك ولا هي؟ انا عليه؟ خاطر نعرف الطريق مازال طويل. إذا كان بنت الناس تصبر معاك وبنت الناس شاريتك صبر بسبع سنين مش شوية صبر كمان وانت تعرف عقلية المجتمع التونسي معك صبر كمان قديش شو قد سنة معك وقديش شو قد تسلب قديش شو قد تعمل قديش في ربي يعوض لك خير يا رمزي ربي يعوض لك خير ما تكلم لبس أنا أموا يا أخويا يعطيني خدمة نخدم على روحي أموري واضحة عن بعض قدرة الله المرآة توضح قدامي أما هكا ماني فيهم شيء ماني فيهم شيء لا لا من حقك من حقك من حقك من حقك إجا نقول لك ولا بالحق نحكي توا بصفة جدية ورسمية معناتها احنا لخصنا ممكن صوت الكفيف في تونس بصفة عامة الكفيف يا ناس يا عالم من حقه من حقه من حقه تو انت قلت لي كلمه ومعناتها في بلاصتها قلت لي صبرت صبرت في الاخر مشيت صبرت صبرت ومعناتها هي ممكن لو وراه من حقها معناتها راهو انها تحبك وانت من ذوي الاحتياجات الخصوصيه تقول لك هذاك انا نحب وانا قابل اما تقول لك المال قوام الاعمال بمنطق شنو بمنطق يلزم تكون فما فلوس طيب يلزم تكون فما شهريه هذه حاجه عاديه الانسان ماشي يخطب اول سؤال تسال شتخدم كيفاش تاكل وتشرب عادي راه معناتها كان واحد جاي سامحني ما عطاكش بنته خاطرك ما تخدمش ما تتغشش لانه يلزمك تاكل وتشرب وتخلص الكرام تاعك وتكون عندك شهريه ما تنجمش تعيش بلاش فلوس راهي حاجه طبيعيه كيما الانسان ما ينجمش يعيش بلاش اهواء من غير ما يتنفس حاجه طبيعيه فهذا يلزم يفهموه يلزم نعرفه هذايا عندنا مشكل ما ينجم ينكره حتى حد وما لفت انتباهي ليك يا رمزي لانه انت بالحق عندك سوفل رهيب رهيب جدا فوق ما تتصور معناتها حاجه خنقولها لكم في البرنامج هذا رمزي تقريبا يطلبني ولا بالحق رمزي يطلبني في البرنامج تقريبا كل جمعه مرتين ما سلمش قال لي نحب نتعدى ما نكذبش معناتها عديت مرتين قبل حالا نتاع من ذوي الاحتياجات الخصوصيه حبيت نبعد شويه معناتها باش نعمل شويه ديكالاج في الحالات باش ما نقعوش في التكرار اما اليوم كنت معانا باهي تقريبا المشكل واضح تشغيل الخدمه اكثر حاجه مقلقتك المشكل اللي انا بجرد قلم من 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 مسؤول من المسؤولين اما يبدا معناتها وزير والا رئيس جمهوريه ولا خاطر خارج في مراسيمته بجرد قلم يبدل لي حياتي 360 درجه ولكن يا رمزي ما تنساش دقيقه بركه ما تنساش مش ممكن انت باش يبدل لك حياتك لكن ثم برشا من ذوي الاحتياجات الخصوصيه ما تعرفش لازم يصير يا رمزي يلزم يصير قانون يتم سن قانون واضح لا موجود راه لا اسمع يا سيدي تفعيل القانون لانه القانون موجود مش قاعد يدفع سيدي باش تعرف رمزي قداش هما 2019
عملوا الميزانيه واضح. قعدت نتصل بالنواب وقتها، يا ولادي نخسسيهم، يا ولادي راهو ضوي الاحتياجات الخصوصيه، راهو كذا راهو كذا راهو كذا، راهو نحبوا نخدموا، راهو هكا درت عليهم واحد واحد نايب نايب. سهل ربي قراوا لنا من حسابنا، عملوا لنا اثنين، عملوا لنا اعتمادات في ميزانيه 2020 واضح. يا سيدي جات معناتها في القانون الماليه فما انتداب الاشخاص ذوي الاعاقه عند 2020. اي سيدي جاء 2020 جون في فيفري مارس، هي نورمالمون ديما هي مارس، هي بعد هي في نصف الصيف. اي اي ما فما حتى شيء. شفما قالوا كورونا، ومن بعد شفما قالوا راني قاعدين نلوطوا في الشهورات، ومن بعد شفما اي اقسم بالله، ومن بعد شفما بعثنا لرئيس الحكومه، ومن بعد شفما قالوا لي راهو تو مستنى رئيس الحكومه باش تعطينا لوكي، ومن بعد شفما الله غالب ما فماش ميزانيه. اي وين الميزانيه قبلها ما نعرفش. مطول مطول النفس نتاعك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك. ولا بالحق هذه تسمى راني ما عندي لا جمعيه ولا حد شيء، واحد هكا عمل فردي شخصي من فضل ربي. شوف رئيس الجمهوريه اول ما قابلته قلت له سيدي الرئيس وضعيه المكفوفين راهي تاع تاع على الاخر. قال لي به ما تيتو انا ورقي نروى ما سي سيبا ونصل الميساج، وقال لي احنا تو احسن وقت اللي هو يعمل حاجه للاشخاص ذوي الاعاقه، ما تيتو احنا تو هذا هو وقته، خاطر ميزانيه 2022 والله لا نعرف ما قريتهاش، ما ظهر لي ما خصصوش، ظهر لي على حساب ميزانيه 2019 ولا 20 باش يعتمد حصيل هالشيء بالضبط. نحس في روحي ساعات قاعد بمخي نحس شك شوك عرفته، خاطر تتبع في حاجات صراحة لازمها سبعة وثمانية من الناس وشوفوا شوف. ايه رمزي شوف فيك جانب باهي برشا، انك انك مكبش، عرفتك اللي بعيد الشر عليكم غارق في البحر وهو مكبش، قال لكم مكبش مكبش، ان شاء الله ربي يوفقك يا رمزي، بقاو بتواصل صديقي بعد البرنامج، ان شاء الله ربي ينور حقك. مشكل انت كهو، لانه اليوم تقريبا حكينا بصوت كل الناس اللي تعاني من النسيان، من كل القوانين المنسيه. صحيح رمزي يقول لي قانون موجود ولكن غير مفعل، كل مره تسمع انت تدي تقريبا نعيشوه حتى في بصفه عامه، تحس انه كل مره تسمع بقانون يفرحوا الناس، سواء نحكي مع مشكله المعلمين النواب راهي صدقوني كارثه، لما تحكي مع انسان من صميم الواقع يبعث لك على الفيسبوك يقول لك امنيتي نحس روحي نخدم كالناس، روتار دو بايمون خيالي جدا، ناس تقعد بستة شهور ما تخلص، مشكل كبير، علاش نطمعوا فيهم؟ علاش عندنا قوانين باليه؟ من الاول اذا انا كدوله ما نجمش نخدم الناس هذيا ما نطمحهاش، ما نطمحهاش، بمعنى شنو؟ بمعنى انسان عطاه وفنى عمره كامل في الخدمه في القرايه، يقرا ليلي شيء لانه يحلم في يوم من الايام انه يبني عائله، انه يرجع 1% من التعب اللي تعبوا بوه وامه، ويحلم الناس، واكثر وجعتها، معناتها تتوجعك يقول لك انسان يقول لك امنيتي نهار ندخل بقفه خضره وقفه لحم ونحس روحي كالناس نخدم، باش على الاقل نحسس امي وبابا اللي انا راني نخدم. ممكن الموضوع دخل في موضوع اما كله يصب في واد واحد، الواد اللي هو الدوله اللي في بعض الاحيان توعد وتخلف. هذوما اولادك حبيت ولا كرهت، ممكن توخر في الوعد اللي وعدته، ممكن يكون نوعا ما وعد مؤجل، ولكن لازم يصير، لازم يصير، خاطر امثال رمزي برشا وبالمئات كيفه، ممكن هما ما تكلموش اما رمزي اختار انه يتكلم. نعاود نذكركم طريقه المشاركه تصير عن طريق الباج فيسبوك، تدخلوا توا على الباج ديوان افام، تدخلوا للميساج تكتبوا رقم تليفون، سهله برشا، باج ديوان افام رقم التليفون في ميساج بريفي مش في كومونتير، باش ما تحطوش ارقامكم في كومونتير. هذيك طريقه المشاركه، كلام الليل، نمشيو للموسيقى من بعد نرجعوا.